طب نشوف هذه الدالة، أبغى أجيب معكوسها. أول خطوة بدل الـ f الـ x أحط y، حتصير y تساوي x ناقص 3 على 5. الآن أبغى أجيب العكس، يصير أعكس الـ x مكان الـ y والـ y مكان الـ x، تصير x تساوي y ناقص 3 على 5. الآن أنا أبغى أحلها بالنسبة للـ y، أضرب طرفين في وسطين، حتصير y ناقص 3 وأضرب الخمسة في الإكس تصير خمسة إكس، أخذ سالب ثلاثة الطرف الثاني تصير واي تساوي خمسة إكس زائد ثلاثة. طيب خلينا نمثل الدالة الأصلية بيانيا. شوف الدالة نقدر نكتبها واحد على خمسة في إكس ناقص ثلاثة على خمسة. مقطع محور واي حيكون سالب ثلاثة على خمسة اللي هي تقريبا هنا، بعدين عندي الميل واحد على خمسة، يصير أطلع واحدة واحدة وأمشي على اليمين خمسة وحدات أوصل هنا، وهذه صارت النقطة الثانية، وهذا هو تمثيل الدالة. طيب نرسم العلاقة العكسية، مقطع محور واي هو ثلاثة، يعني أول نقطة حتكون هنا. طيب نجيب النقطة الثانية بالميل، الميل هنا خمسة بس ما عندي على الرسمة خمسة وحدات، صار خلينا نجيب النقطة بطريقة ثانية، نعوض عن الإكس بواحد مثلاً، الواي حتصير خمسة في واحد زائد ثلاثة بثمانية، برضو ما عندي على الرسمة ثمانية، صار خليني أخذ إكس بسالب واحد، حتصير الواي سالب خمسة زائد ثلاثة، تصير الواي تساوي سالب اثنين، ممتاز أقدر أرسمها، صار النقطة الثانية حتكون سالب واحد وسالب اثنين، يعني هنا. طب نشوف العلاقة العكسية دالة أو لا، شوف الدالة عندي من الدرجة الأولى، يعني خطية. تمثيله البياني خط مستقيم، صار لو رسمت عليها خط أفقي حيقطعها في نقطة واحدة فقط، يصير علاقتها العكسية برضو حتكون دالة، يصير بدل الواي أقدر أحط رمز العلاقة العكسية اللي هو F، بعدين فوق أحط سالب واحد، هذا الرمز اسمه الدالة العكسية للF، وهذه حتساوي 5X زائد 3. طب نشوف الدالة اللي بعدها، 3X تربيع. نجيب العلاقة العكسية، الخطوة الأولى إني أشيل f الx أحط y، تصير y تساوي 3x تربيع. الخطوة الثانية نعكس، بدل الy نحط x وبدل الx نحط y، تصير x تساوي 3y تربيع. الخطوة الثالثة أحل بالنسبة للy، أقسم الطرفين على 3 تصير y تربيع تساوي x على 3، حط الجذر التربيعي الy تصير موجب أو سالب جذر x على 3. طب خلينا نمثلها بيانيا، شوف هذه دالة تربيعية، يعني حيكون شكلها زي الدالة التربيعية اللي نعرفها. طب نمثلها، خلينا ناخد أول نقطة مثلا بصفر، لو عوضنا حتكون الواي بصفر، يعني نقطة صفر صفر. طيب ناخد قيمة إكس بواحد مثلا ونعوض، واحد تربيع بواحد في ثلاثة بثلاثة، تصير النقطة واحد وثلاثة. خلينا نعوض بسالب واحد، سالب واحد تربيع بواحد في ثلاثة بثلاثة، صار النقطة سالب واحد وثلاثة. شوف على طول تقدر تشوف لو رسمنا خط أفقي حتلاقيه يقطع الدالة التربيعية في أكثر من نقطة، صرت تعرف أنه معكوسها ليس دالة، دائما الدالة التربيعية لأنه هذا شكلها معكوسها ليس دالة. بس خلينا نمثل العلاقة العكسية اللي ما هي دالة بس علاقة عكسية، شوف ما قلت دالة، نفرض الإكس بصفر الواي حتكون برضو بصفر، صار النقطة صفر وصفر. لو أخذنا الإكس بثلاثة منعوض ثلاثة على ثلاثة بواحد جذر واحد بواحد، بس شوف عندي موجب أو سالب، يصير عند إكس ثلاثة الواي بموجب واحد، النقطة الثانية إكس بثلاثة والواي بسالب واحد، نوصل بينهم وحصلنا على التمثيل البياني للعلاقة العكسية. واضح جدا إنها ما هي دالة، لو رسمنا خط رأسي عليها حيقطعها في نقطتين، وإحنا عرفنا الشيء ده من اختبار الخط الأفقي على الدالة الأصلية. ولو رسمنا خط مستقيم اللي هو y يساوي x، نلاقي الدالة والعلاقة العكسية متناظرتين حول هذا المستقيم. إذا كان عندك أي سؤال أسألنا تحت في التعليقات، وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضح.com واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع التمارين وجميع مسائل تحقق من فهمك.
إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات، وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضح.com واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة، وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاوبك عليه.